كشفت وسائل إعلام تركية نقلا عن مصادر رسمية في وزارة الدفاع وجهاز الاستخبارات الوطني قولهم إن عناصر القوات المسلحة TSK والمخابرات MIT في ولاية جناق قلعة عانوا من توترات ونشاطات مماثلة لما حدث في ليلة الانقلاب في 15 يوليو تموز 2016، ذلك قبل يوم من الجولة الأولى للانتخابات التركية في 14 مايو أيار الماضي. ووفق المعلومات فقد وصل بلاغ إلى جهاز الاستخبارات التركية من الرائد في القوات المسلحة ويدعى دينيز الذي توجه إلى المديرية الإقليمية للمخابرات في جناق قلعة يوم السبت 13 مايو أيار الساعة 1 ظهرا. أفاد البلاغ بأن تركيا تواجه أحداثا مماثلة لمحاولة الانقلاب التي نفذتها منظمة جولان في 15 تموز يوليو 2016. وفي السياق تم أخذ تقرير الرائد المذكور على محمل الجد، وشعر كل جهاز الاستخبارات ووزارة الدفاع الوطني وهيئة الأركان العامة بالقلق، وجرى على الفور إبلاغ الرئاسة التركية، وتم تفتيش جميع الثكنات والقواعد واحدة تلو الأخرى للتأكد عما إذا كان هناك أي حدث خارج عن المألوف، كما جرى تقييد الوصول إلى الثكنات في جناق قلعة. واستنادا للمعلومات فقد استمرت القيود والإجراءات وعمليات التفتيش في الثكنات العسكرية حتى انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات في 28 مايو أيار الماضي، كما تمت مراجعة ساعات العمل والورديات لكل العناصر. ومن الجدير ذكره أنه قبل ساعات من محاولة الانقلاب في 15 يوليو تموز 2016، وصل رائد من القوات المسلحة إلى حرم جهاز الاستخبارات التركية في العاصمة أنقرة، أبلغ عن حركة غير اعتيادية في سلاح الطيران، كما أبلغ عن أن الانقلابيين وقتها يخططون لقصف مقر جهاز الاستخبارات ومداهمته واختطاف رئيسه هاكان فيدان.